تاني فيها نار غيري وصبر العاشق. أرض يا شام الكرامة توجت أرضك، يا شام البحر سيجت أرضك على بتروحي بتخبري كل نسوان الحارة إنه اليوم بعد العصر يروحوا لبيت فاخر ابن سلفي منشان يحضروا كتب كتاب ابني مظهر. يعني اعتمدتوا يا خانو؟ عم قلك اليوم كتب الكتاب، عم ترجعي تسأليني؟ لا أنا بدي أسألك عن هلأ بالناقص من أسئلتك، روحي اعملي اللي قلتلك عليه. ماشي يا خانو مثل ما بدك، يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. هذا باب رزق عمي، فالله يرضى عليك. اللي قديش حساب اسعد مشان حاسبك وامشي. لك يا عمي ابو حمدي والله مو محرزين. انت المحرز عمي، اللي قد الحساب. خلاص مثل ما بدك، ليرتين عمي. على عيني وراسي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ليرة هاي الثانية معوضين عمي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو حمدي. صياح شو بدك؟ هلا حولتك، ابو حمدي بيخصم من اجار اسعد حق الاغراض والخضراء. ما بعرف وما دخلني. ماشي روح جيب لي التومات من جوا. روح امرك. يا جبار الخواطر يا رب، يا رزاق يا كريم، لما علينا عبيدك يا رب. كتب الكتاب ما رح يصير إلا لبعد ما يطلقني ياما، ما رح يصير. رح يطلقك ورجله فوق رقبته، ما رح نسمح له يخليكي هيك معلقة ويروح يتجوز عليكي. يتجوز مين ما بده، بس مو قبل ما يطلقني، ومو ينزل علي ضره ويهيني فيها. والله معك حق يا وردة. الحمى عليك. لك يبعت له حمى هو وأمه هالعقربة. والله بعرف يا خانم إنه هالخبرية مو سهلة عليكم، بس قلت لحالي أول على الآخر رح تدروا فيها. والله حبيبتي أنا القصة كلها ما أنا هاممتني، أنا المهم عندي إنه يطلق بنتي وخلص، ما عاد بدنا يا بقى. خير إن شاء الله خير. يلا بخاطرك سعاد خانم. الله معك حبيبتي بأمان الله. خلينا نشوفك. إن شاء الله. أنا السبب، أنا اللي هربته لمظهر وخليته يخطب وحدة تانية علي. أنا السبب. يا ريتني رضيت أرجع معك، يا ريت. بس لا، ما رح خليك تتجوز ولو شو مظهر. وبدي تشرفني وتنورني بكتب كتابي ببيت عمي أبو فاخر. ألف مبروك إن شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخلينا إياك يا مختار. ما قلت لي مين جاي على كتب الكتاب؟ كل أهل الحارة تقريباً، أبو سليم، أبو حمدي، أبو هاشم، صياح، كل حبايبك. ما بعرف بهالحالة هي بدك تعذرني، ما فيني أحضر كتب كتابك. هيا مختار. ليه؟ لأن المحل يلي بيكون فيه أبو سليم أو أبو حمدي وصياح ما فيني أقعد فيه ولا أدوسه حتى. أنا كنت قاصد نهي الجمعة إني صالحكم قبل رمضان يا مختار. أنا ما بدي صالحهم ولا بدي أحكي معهم. براحتك، انسى موضوع الصلحة، بس إذا فعلا ما بتجي على كتب كتابي بدي أزعل كتير. بس يعني مختار، إذا ما بشوفك بين الموجودين بكتب كتابي بدي أزعل منك ليوم الدين. منيح هيك؟ ولهذا السبب ما جيتي لعندي البارحة؟
لا، مو لهذا السبب. العاد وش السالفة؟ راشد ما هو رايدني، أكيد حط عينها على وحدة ثانية من بنات الديرة، وأني ذابحة حالي عليها. هالشمسة من أهل، شلون أنتي أختها وما تعرفين إذا هو رايدني ولا لا؟ ويش أتعب قلبي؟ ويش أتعب قلبي وروحي وعقلي؟ راشد ما هو رايدني، ويش أكذب على حالي؟ عيني خير يا شمسة، عيني خير. لك يا فيصل، الشغلة مبينة وما بدي اشرح كتير. أخي أنا مخي سميك، شنو شغل إيدي؟ هلأ بدك تفهمني الكومندان تبعك شو بده مني؟ شو الشغل يعني اللي بده إياه مني؟ مظهر واحد، صياح اثنين، أبو عزو ثلاثة، وبشير أربعة. مشي فيصل؟ شو يعني؟ ما فهمت. هدول الأربعة بتراقبون كتير منيح، أي حكي بتسمعه منهم ولا عليهم بتيجي بتنقل لي، وأنا بنقله بعدين الكومندان. وليش هاللفة والدورة كلياتها؟ ما بروح أنا لعند الكومندان وبفهمه من راسي لراسه. من الكل أعلاك عم تحكي؟ إيه من كل أعلي. حبيبي الكومندان ما بيستقبلك إذا ما كنت معك أنا. ما بيستقبلني؟ لك شو مفكر لك أنا؟ مكتب الكومندان خان الدكة؟ مين ما بده بيفوت ومين ما بده بيطلع؟ لك أنت لازم تشكر ربك ألف مرة، لأنه نحن بنعرفه للكومندان وأنت قاعد معنا. أيوه قوم قوم بلش الشغل. يلا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عولنا يا سرا. ماشي خشبه صرعني طير كل شيء براسي. معلش حميد، ولا بنعمل وش ثاني؟ يلا يا شباب. مظهر، لا تنسى تستحي على حالك ولا فكر حالك اخذ وحده مع الاقل. بس بايدك بعرف عم تحكي لك. انا مظهر بيك؟ لك مو تكون مظهر بيك، تكون مين ما كنت تكون. انا ما بسمح لك تتجوز على اختي. احليين والله. ومين جنابك لتسمح لي ولا ما تسمح لي؟ مظهر طلق ورده. بشير ما رح طلق ورده، رح اطلق زنتي. مو على كيفك. يا سيدي على كيفي ونص. لك مو نحن اللي بنرضى تنزل على اختي ضرة، فهمان؟ انا فهمان، انت اللي لازم تفهم. انا بحق لي اتجوز مثنى وثلاث ورباع وملكة ايمانكم. صدق الله. اتجوز ادنى بدك، بس اول شيء طلقها. ما رح طلقها، وحاتجوز مره ثانيه، واعلم بخيلكم وبكم. هيك لكان. هذا اللي عندي. روح سلم على اختك. ماشي يا مظهر، ماشي. شفت يا عم؟ شفت شلون بلشت قصتك تكبر مع وردة؟ شفت أمي، شفت. حتى تعرف بإذن الله وردة بدها ترجع لهون، وهي ناخ راسها لحتى أنت ترضى عليها. يا ماما شفتي لي اسوارتي اللولو؟ هلا ما لبستي؟ وجعت من عيتك العروسة عم تستناني. يلا جابريني يلا. تأخرنا كثير. جاية ساعدك. اللي فتحتي له هذا المجال. شلون يعني انا فتحت له هذا المجال؟ ما فهمت. كان بده يطلقك.
كنا رح نخلص منه، بس حضرتك بدك تروحي تصالحيه من ورا ظهرنا. ايه وشو يعني؟ يعني هلا ما عاد بده يطلقني؟ لا ما رح يطلقك. اخي كرمال الله، كرمالي. لا تخليه يكتب كتابه عليها اخي. انزعله القصه كلياتها، كرمالي اخي. انا ما بقدر ساوي شيء، بس انت اللي بتقدري. وشلون انا بقدر؟ تنزلي على المحكمة وبترفعي قضية تفريق بينك وبينه. هيك؟ ايه هيك. ما في غير هذا الحل. بدكم شيء؟ سلامتك تقبرني. الله معك. سمعتي يا مو؟ بتعملي مثل ما عم بيقول اخوك. بترفع عليه دعوة تفريق بينك وبينه مثل ما هو طلبك لبيت الطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. خلي لي اياها، اسلم لي. الله يبارك فيك. تفضل شرف، نورتي. السلام عليكم. السلام عليكم. بدك تعذرني، ما رح اقدر اقعد. انا جاي خصوصي حتى برك لك الك ولمظهر بيك. يلا سلام عليكم. سلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بس لازم نسمع موافقه البنت بالاول يا فاهم. شو علي شفيق؟ تفضل شفيق. يلا. عم بسمعك شيخنا. مظهر بيك طالب ايدك على سنة الله ورسوله يا بنتي. ايه. موافقة تتزوجي لمظهر بيك يا بنتي؟ موافقة شيخنا. مين وكيلك يا بنتي؟ اخي هو وكيلي. اتكلنا على الله. شرف فاخر بيك. تفضل شيخنا. تفضل. شرف. كبري قلبي ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. رحت لك من قلبي يا امي. الف مبروك صحتك. الله يبارك. ان شاء الله توفقك. الف مبروك. والله كلياتنا فرحانين. ان شاء الله الف مبروك. لله رب العالمين. مبروك ان شاء الله فخر بيك. الله يبارك فيك يا شيخ. ان شاء الله الف مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك وطول لنا بعمرك يا شيخ. مبروك مبروك مبروك. خدامك تاج راسي. شو بدها؟ قداس
يستر على عرضك قويني يا قداس. فوت فوت لشوف. خايفة عليها يا ماما، خايفة عليها كثير أنا. لا تخافي عليها يا ماما. صحيح هلا هي زعلانة وعم تبكي، بس بكره بتهدى وبتروق لما بتعرف إنه مظهر طلقها. يا رب الله يسمع منك تهدى ونخلص بقى. رح نخلص أمي، رح نخلص، بكره بضيق خلقها وبتطلع من الأوضة. إن شاء الله. تصبحي على خير. وأنت بخير يا ماما. ها، سبت رمضان أمي. أي والله سبتوا. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا تقبرني، وانت واخواتك بخير. وانت بخير، بس يجي مطيخ لي الحلق على الحمام. حاضر. يلا بخاطرك. الله معك. والله ما عاد شفته لأبو الرجا من وقت ما طقيتو الرصاصات وبخوشته بدنه بخوشي. انت وين عم تنام؟ بالبستان. تضرب هيك نومي لك حامي، تضرب هيك نومي. ليش ما كنت عم تنام بالبيت؟ لأنه البيت مقفول، وأخذ المفتاح معه وقت اللي راح لعنكم، يعني وقت اللي طلعت روحه. وانت كنت تنام معه بالبيت ولا؟ بالأول كنت نام جوا بالبيت، بس من بعد ما رحنا على المغارة ما عاد خلاني فوت على البيت بنوب، فصرت نام مع رجال تبعاته. شو سوا بالمغارة؟ حامد ما عرفت، صدقني ما عرفت، لأنه ما خلى ولا واحد منا يفوت معه على المغارة. سمعت كداس؟ سمعت، لازم ما نبيتها، الليلة بدنا ندق ببيته لأبو الرجا. قوم هارون قوم معنا. لوين بدنا نروح تاج راسي؟ على بستان أبو الرجا. وليش؟ والله هيك مشان واجبك نلعب طميمة ونرجع، بدنا نفوت على البيت هنيك. خلوها لبكره، تعبان اليوم انا. عم اقول لك هلا بتقوم، يعني هلا بتقوم. بتأمروا تاج راسي. بتأمروا. سبتوها شهيرة خانم، بكره اول يوم صيام. ان شاء الله كل عام وانت بخير، الله يخلي لنا اياك وما يحرمنا منك يا حق. صدق الله العظيم. وانت وعز الدين بألف خير. الله يخلي لي اياكم وتضلوا هيك بصحة وسلامة ومنورين هالبيت. الله يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك. انت عنا سهور؟ ايه لك عن بالضبط كل شيء. امي الحمد لله على نعمه وفضله، الحمد لله.
ان شاء الله يا رب السنه الجايه انا وياكي بعرفات. امين يا رب. اسمعي التكبيره، ما في احلى من صوت التكبير. أيوة. بالجامع. ايوه الحمد لله رب العالمين. انا رح اقوم اتوضا وانوي صيام الشهر وصلي لي ركعتين. الله يتقبل. الله يخلينا ياكي. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سليم. رمضان كريم. ينعاد عليك الصحة والسلامة يا رب. هيا أبو محمود. السلام عليكم. سلام. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. شو مالك بالعادة تضل هلا بالحمام؟ شو القصة؟ معلومة، كل يوم أول يوم سحور، بقى منضل سهرانين لحتى نسحر الناس خبز تازة. الله يعطيك العافية يا رب. يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم، إلا أبو حكم يزوركم. اصحى يا نايم وحد الدايم، سبح بحمد الله العمر خير. ابو وردي اهلين. ابو حكم يزيد وقتك. الحمد لله. تعال صحتين ربنا. ما بدنا نروح سحر الناس. الله يرضى عليك ان شاء الله. كل سنه وانت سالم. انت سالم عمي، انت سالم. مجرب وقال للناس اسمعوا الحكم يا ناس، مجرب وقال للناس خذوا العبر يا ناس، لفوا دار الزمان ورجع شهر رمضان، عامل معه عطف واحسان وايمان. يا رمضان يا شهر بدر وليله القدر. يلا يا محمدي عجلي شوي. تفضل يا ابن عمي. يسلم والدين. تفضل يا عمي. يلا يا عمو بسرعة جيبي ابني الشعر. اي حاضر يا عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسانية منا وفينا، خيطها جمعنا وفي انضمينا، كان يربطنا خيط محبة، وكان الجار يسأل عالجار، يا مجاري اللي عمر خوض سطوحي وابني دار، جوز ابنك فرح امه، بنت تحبه وتحمل همه، وخيط الحب لجوزها تضمه. اصحى يا مظهر بيك، اصحى يا حبيبنا، اصحى يا نور عيوني. يا مورده قومي تقبريني، قومي تسحري. ماني قدراني يا مو، ماني قدراني. ليش تقبريني؟ شبكي؟ ليش عم تبكي يا امي؟ ليش؟ من امبارح وانت على هالحاله، وبعدين يا امي؟ بعدين؟ انا مقهوره يا مو، مقهوره. يبعت لي حلم عليك يا امي. سلامة قلبك من القهر. يا ريت انا ولا انت. مظهر جرحني وكسر بخاطري يا عمو. الله يكسر بخاطره هو وامه. الله لا يسامح. الله
الله أكبر الله أكبر. أذن الإمساك، صبوا لنا مي. على عين الحمد لله رب العالمين. كل يوم إن شاء الله دايما صحتين تقبرني. شربت مي؟ شربت يا مشروب. تفضلي مرة تسلمي. أنا زكاة من عيونك. الحمد لله رب العالمين. نوينا الصيام هذا البيت تبعه سيد راسي. خليك هون انت. صباح الخير يا صباح الخير. صباح الخيرات. يلا بسم الله. شو هاد عواد؟ شو نسيان انه الدنيا رمضان؟ انت معذور، انت معذور ومريض، والمريض محلل له ياكل ويشرب. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو بدك توجعني فوق وجعي لك عواد؟ يا انا بامري كله ما فطرت يوم واحد من رمضان. الله يغفر لك وتعوضه يوم ثاني. يلا قول بسم الله. يا رب سامحني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بلهنا 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 والشفاء ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. السلام. يا هيا عواد، وش فيها بالخير؟ حزنان حزنان لأنه فاطر وما يفعل يأكل الزاد. هذا لأنه بالخير يخاف الله. يخاف الله يا عواد. إي بالله إي بالله يخاف الله يا شيخ. يا الله يا الله. ليك على قديش ليك؟ قال ما لقى شيء. يفضى عرش وجحش. تعال تعال. يا ما مشيك حالك. يا ما ليش عم تضحكوا يا بعدي؟ ضحكونا معكم. تضحك يا قديش. ليش بقى؟ لا تقول له حامد، لا تقول له، خليه حرام قلبه. ما قال له انه نحن لقينا. لك شو لقينا؟ ما لقينا شيء يا اجدام. لك يخرب بيتك، شو قديش؟ لا واقدش من القديش. هلا تذكرت لانه قديش لازم ما نقول له، خليه حرام قلبه. لا ما راح يفهم علينا. لا تزعلوني منكم، فهموني ليش عم تضحكوا ها؟ بعدين بتعرف هارون، بعدين امشي حامد امشي. وين رايحين؟ خذوني معكم. لا 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 شو شو لا تلحقنا، بعدين تعال عنا بالليل عشان ما يعرفك ويعرف قديشك. وينك؟ بس يقدن المغربيه بتكون عنا مشان نفطر سوا. ايه هارون الله يسامحكم، روحوا لحقكم. ليك بتطلع بصوت عالي. لك عيفو عيفو. سلام هارون. اهلين. دي
ياسمين ياسمين. بدك شيء جيب لك معي شيء انا راجع من العادليه. سلامتك تقبريني، اخوك رح يجيب معه كل شيء بيلزمنا مشان الفطور والسحور. ايه مثل ما بدك، بس اذا لقيتي شيء حدا عم يساوي معروف تازه جيبي معك كم رغيف. من عيوني، يلا بخاطرك. الله معك تقبريني، مع السلامه. ورده يا خانم مثل بنتي، وانا كثير تضايقت على اللي صار معه. كله خير ام سعيد، كله خير. أنا جاي اليوم يا خانم مشان أدخل واسطة بينكم وبين عزمية خانم، بركي هالبنت بترجع لجوزها. تسلمي لعيونك، ما في داعي. بنتي لأنه ما بدها ترجع له، أصلاً مو طايقته ولا طايقة تسمع اسمه. يا لك ليش عادي عم تبكي عليه؟ هي عم تبكي عليه لأنه ما بده يطلقها وتاركها هيك معلقة. والله كنت حابة يعني بركي هيك بتتصالحوا بهالشهر الفضيل. حبيبتي انتي ما قصرتي، الله يخلي لنا اياك يا رب، والله يفرحك هيك بشوفة بنتك عن قريب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. بدك شي مني يا خانم؟ سلامتك حبيبتي. الله يسلمك، سلمي لي على وردتي. الله يسلمك، بامان الله. الله معك. توديهم ترجع بسرعة ما تأخر. ايه على عيني ولا الله يرضى عليك. روح مرني يا محمود. لك بدي يا مرعي، شفت لي اياه؟ لا لسه ما اجى. ايوه شو بدك فيه؟ كنا بدنا نساوي صحن فول هيك تشكيلة مع الفطور. عدم المؤاخذة وسلامة فهمك، رمضان بيتأخر شوي بياع الفول. ايوه مضبوط والله. بدك شي خضرة؟ ايه ايه حط لي خسة لهلا. ايه حط لي شوية بندورة. ايه خيار في عندها؟ هلا ساعة ثانية جاي. بس ما عندك بعث لي اياهم على البيت. الله يوفقك. اتكل على الله. روح انا على الفرن. خلص روح انا بعت لك اياهم. معناته روح امن فيك سيار. خلص الامان بالله يا اخي. السلام عليكم. السلام يا رزاق يا كريم، لما علينا عبيدك يا رب. مال سرغايا الجزار، مال حران الريان. تفضل يا بيك. مبروك ما عملت يا بيك، والله العظيم فرحت لك من صمصوم قلبي. الله يبارك فيك يا عتمي وعبال عندك. هلا بصراحة أنا ناوي، وقلت له لصياح مشان يحكي لي مع عمه أبو حمدي، بلكي بيزوجني بنت الثانية، بس هو ما رضي، ما رضي يا بيك. أي ولا يهمك، ولا تضل عند القصة. جوازتك عندي أنا، حلقي لك بنت الحلال، وكل جوازي أنا متكفل فيها لعيونك. كتر خيرك يا بيك، كتر خيرك ويديمك فوق راسنا يا رب. سلم إيديك. السلام عليكم. رمضان كريم وكل سنة وأنتم سعيدين، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. إن شاء الله والآيلة يا حق، ينعاد عليك وعلى محبينك بألف خير، وإن شاء الله بترجع لك بنتك سالمة غانمة. آمين يا رب العالمين. لو ما أجيتي من حالك يا أم سعيد كنت بدي أبعت وراكي مشان تجي تفطري معنا. والله يا خانم كنت آكلة هم، شلون بدي أقعد آكل لحالي بعد ما كنت متعودة آكل مع جوزي وبنتي. الله يرجع لي إياهم بالسلامة. الله يسامحك يا أم سعيد، ليش نحنا مو محسبتينا مثل أهلك؟ شوفي أم سعيد، شهر رمضان كله رح تقضيه معنا، كل يوم بدك تفطري. الله يفرح قلوبكم مثل ما فرحتولي قلبي ويخلي لي إياكم. وأنتي يا أم سعيد الله يخلي لنا إياكي وما يحرمنا منك. شبن أم سعيد، يلا مدي إيدك وساعدينا يلا. على راسي يا خانم. حطيت اللحمة بالنمية مشان ما تاكلها القطة مثل ما قلتي لي. وانتي بدك عزيمة لحتى تجي لعنا؟ لا لو شهيرة خانم، بيت بيتي بعرف.
ست شهيرة؟ نعم. أنا برمضان ما بقدر أشتغل منيح. أيوه، يعني من الآخر شو بدي؟ يعني كل يوم لازم أكون ببيتي قبل العصر مشان الطبخة لجوزي وولادي. خلاص يا بنتي روحي. يو، وين تروح شهيرة خانم؟ والخسكار أنت بدك تسلميني إياه؟ خلال يومين بإذن الله بسلمك 30 بنطلون جاهزين. يلا يا رب يسر. يلا يا رب. ايه والله الله ييسر لنا هالشغل لنشوف قديش بدنا نربح من وراه. بركه، شو ما اجى من رب العالمين بركه. ايه والله الحمد لله. لو هارون فهمان كان فات على بيت ابو الرجا واش هدول الذهبات اللي معنا كله. لك احمد ربك اللي طلع قديش وما فات واخذ ذهباتنا. قلتك ايه قداس. يلا قسم المصاري بيني وبينك. ايه موافق، بس بالاول بتروح تعمل لنا كاستين شاي وشي لقمه ناكلها، عصافير بطني عم تزقزق. ليش مانك صايم؟ أنا معزور، شنو راسي عم يوجعني من هالشوفة. إيه والله، وأنا مثلك كمان معزور، حاسس جايتني البردية. رح ساوي لك شاي. ساوي لي شاي. لك يا الله لا يحرمني منكم ولا يحرمني من قربكم. كلاوي يا فول، هلا استوت، قرب وجرب. لك طلعت ايده النابت يا بير. ابو ردير؟ نعم. شلون بدك تبلهم؟ بالزيت ولا بطحينه واللبن؟ بالزيت سيدو، بالزيت. لك اسمع مني، تبلهم بطحينه واللبن اطيب لك. ها انا بحب اكل الفول المدمس بالزيت، انت اخو ما رأي شيء؟ امسك روح تبلهم على كيفك. ايه حاضر، يسلم ايديك. كلاوي يا بي كلاوي. السلام عليكم. الله استوت. وردي. الله استوت يا بي. السلام عليكم يا شباب. السلام. رمضان كريم. كريم علينا وعليك. علينا وعليك. ايه يا ابو محمود، بقول لك الوالد منشان تمرق لعنده على البيت اليوم بعد الفطور. شنو عاوزك بموضوع؟ شو بده مني؟ بس تشوفه بتعرف شو بده منك. ايوه. ايه انا ماني فاضي اليوم، ببقى بمر لما بفضح. شو بنا ابو محمود؟ عم اقول لك عمك عاوزك. وانا عم اقول لك ماني فاضي. شي هيك لك. ايه شو علي يا ابو محمود؟ على راحتك، يصير خير. الله معك، مع السلامه. شو بو صخر؟ لا ما في شي، بده ياني مشان يحكي معك مشان المسوره حرمتك. ما هي مزبوط. انا كمان يا ابو هاشم ما بدي اروح لعند عمي على البيت، يقعد يرجع لي المخلوقة معي. ولهالدرجة يا محمود؟ واصلي بينك وبينها؟ لحظة أبو هاشم، يشهد الله المخلوقة ما في منها. بس يا أبو هاشم، أنا بدي ولد. بدي ولد. حقك. حقك. ما بقدر أقول لك إلا الله يكون بعونك. اليوم رايح افطر مع امك. ها خير اخي، فيك شي؟ ليش ما بدك تفطر مع بيت حماك؟ ما في شي اخي، بس شكلك عم يقلي انه في شي. شو بك جميل، عم نقول لك ما في شي. كل القصه ما فيها انه انا بدي افطر معك ومع امك. وانت ما بدك ترجعها لمرتك؟ قبل ما تقول للدجاجة كش كسير رجلها وروح انت افطر مع مرتك. اسمع مني صبري، خطيتك بهالرقبة، طلق لمرتك. طلقها؟ بعد كل شيء صار يا زلمة عم تقلي طلقها؟ ايه بطلقها، لانه مانك مبسوط لا معاها لا مع بيت حماك. مجنون انت، ما بينحكى معك. انا كنت مجنون، بس لما طلقتها لمرتي رجع عقلي لراسي. معناها خليني يكون انا المجنون. سلام. خليك ما تحوش ببيت حماك، خليهم راكبين على كتافك ومدندين رجليهم. ما كان يفهم الولد، ما عم يفهم علي. Thank you.
باقي السلطان تيعاود للدهرة يا شيخ؟ والله قوتي ما هو جاي قبل عيد الضحية يا عواد. والله سفره للجزيرة تراه ياخذ وقت طويل. إيه أنت تعرف الجزيرة بعيدة، بعيدة حيل. إي بالله، الله يرجعه سالم غانم يا شيخ. اسمعوا يا الربع، من يعاود سلطان نسوي له عرس أو فرحة ما صارت بالديرة كلها إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله. يا ويلكم ويا سلام ليلكم، مفكريني متت؟ أنا أبو الرجب سبع أرواح جايكم والقوا زبدلقوا. عطرك يا شام حبي يا عطر قدني عالي المقام فينك ما راح تنحني. عطرك يا